السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي بيت الخبرة المرشد الزراعي. والنهاردة استكمال الحلقات السابقة، وحقكم علينا لأن معرفناش نجاوب على كل الأسئلة في الحلقة الخاصة بالأسمدة، فإلزاما ومهنيا وده حقكم، وإحنا قاعدين هنا علشانكم هنكمل الحلقة في كل قاعدة، ما تخلص الكلام لازم نخلصه ويحلى الكلام في المرشد الزراعي مع ضيوفنا دايما اللي بيمدونا بالمعلومة ومصدرها الأساسي. وهدفنا هو رضاك والكل في رحاب الجميلة والعظيمة مصر كسبان، نتكلم فيها عن الأسمدة والأسمدة الحيوية والأسمدة العضوية والفرق بينها، وكل اتصالاتكم منتظرينها هجاوب عليها ضيفي الكريم اللي مشرفنا مهندس ياسر عطية مهندس زراعة. تحياتي ليك يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم. انا قلت ما اتكلمش كتير في المقدمه عشان نكسب وقت، لان اهالينا كان كتير تليفونات جاتت وما عرفناش نكمل لضيق الوقت. بالنسبه لي طب لو حطينا ملخص للحلقه اللي عدت نقول ايه في نقاط 1 2 3 واحنا بنتكلم على الاسمده الحيويه والعضويه والفرق بينها، نقول ايه في نقاط؟ هو احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على الاسمده الحيويه والاسمده العضويه والفرق بينها وبين الاسمده الكيماويه. ملخص بسيط جدا، الاسمده الحيويه هي كل سماد فيه محتوى بكتيري او فطري وبيساعد على تخصيب التربه، بيساعد على زياده رطوبه التربه. والاسمده العضويه هي اي اسمده المصدر بتاعها ناتشورال او حيوي او اورجانيك، ولكن اضافه الاسمده الحيويه والاسمده العضويه في التربه الزراعيه بتخصب التربه الزراعيه وتساعد على خصوبتها، وفي نفس الوقت ملهاش اي اثر متبقي ولا اثر ضار على النبات ولا على الثمار ولا على التربه نفسها. ده الفرق بين الاسمده العضويه والحيويه والاسمده الكيميكال. الاسمده الكيماويه هي بعض الاسمده اللي بتحتوي على عناصر معدنيه بتيجي اساسها من المعادن الموجوده في المحاجر والجبال، ودي لو استخدمت بطريقه بسيطه وطريقه مناسبه مفيش اكسار فيها ومفيش اهدار فيها هتبقى كويسه جدا للنبات، لان النبات لا يستغنى عن العناصر الغذائيه. وزي ما احنا عارفين ان العناصر الغذائيه في عناصر غذائيه كبرى وفي عناصر غذائيه صغرى وفي عناصر متوسطه وفي عناصر غذائيه بترش على الورق مخصبات. فالاسمده انواع كتيره جدا، مثلا الاسمده الكيماويه في عندنا اسمده بسيطه وفي عندنا اسمده مركبه وفي عندنا اسمده عناصر صغرى مخلبيه وفي احماض عضويه، ففي فرق بين كل سماد وسماد وسماد. الميزه بقى في الاسمده الحيويه او الاسمده العضويه ان دي اثارها ما بتبانش حالا، لا بتبان على المدى الطويل في الخصوب، بتساعد على زياده خصوبه التربه، بتساعد على تدي غذاء للنبات ومصدرها طبيعي والنبات بيتقبلها ويمتصها بسرعه جدا. قلت لي معلومه فاكرها من الحلقه اللي عدت، قلت لي سر نجاح الاستفاده بالاسمده الحيويه والعضويه هو التوقيت بتاعها. انا مش هجيب اللي ترش اول الموسم ارشه مثلا او استخدمه في نص الموسم او بعد الموسم. طيب ده الشاهد من سؤالي، ايه هي البرامج اللي ممكن استخدمها دلوقتي، برنامج التسميد للاسمده الحيويه في الفتره الحاليه اشهرها خصوصا في تقلبات الجو؟ هل الجو وتاثيره ليه مثلا يعني فرضيه على استخدام اسمده معينه؟ طبعا لو انا عرفت ان انا في كل مرحله استخدم ايه في مراحل نمو النبات، ابقى عارف اسمد ايه في كل مرحله من مراحل نمو النبات، هوصل لاستفاده عظيمه جدا. صحيح. زياده انتاج وباقل تكلفه اقتصاديه. بمعنى لو انا مثلا هبتدي اجهز التربه عندي عشان ازرع لسه، قبل اي موسم زراعه لازم اجهز التربه بتاعتي، احرتها مرتين او ثلاثه تتهوى كويس، اعوض التربه دي بماده عضويه. الماده العضويه للتربه زي اضافه السماد البلدي او الكمبوست، وده مهم جدا بينفصل بين كل زرعه وزرعه بعد المعالجه الصح بتاعته. بعد المعالجه بالظبط، لان السماد البلدي المتحلل كويس والمعالج كويس، ونتيجه معالجه السماد البلدي مع المخلفات النباتيه بيدي ناتج اسمه كومبوست. الكمبوست ده ماده طبيعيه عضويه ممتازه جدا للتربه، وفي نفس الوقت ليها فوائد كتيره جدا، انها بتخصب التربه وتزود اعداد
الكائنات الحية الدقيقة اللي في التربة عشان تخصى بالتربة، وفي نفس الوقت فيها عناصر غذائية طبيعية، وفي نفس الوقت بتساعد على زيادة قوام التربة وتمنع غسيل الأسمدة في الأرض وبتحسن من قوام التربة. وفي نفس الوقت المادة العضوية نتيجة التحلل بتاعها بتدي إفرازات ومنشطات نمو للنبات، وفي نفس الوقت المادة العضوية بتساعد على نتيجة تحللها بتعمل مواد غروية أو مواد دوبالية غروية بتساعد على تماسك حبيبات التربة. يعني لو أنا عندي التربة الرملية متفككة ما بتحتفظش بالأسمدة، لا، لو أنا زودت المادة العضوية فيها بتساعد على بناء التربة وزيادة تماسكها ومنع أي فقد للأسمدة اللي أنا بحطها بعد كده في الماء. المقبلين عليه من جو حرارة وتقلبات، هل مثلا في أسمدة تلطف للجو زي ما بيقولوا، يعني تنعش التربة فبالتالي تأثر على النبات؟ يعني تنصح بحاجة معينة تضاف دلوقتي لبعض الأسمدة بعد هو الزراعة دلوقتي؟ بالنسبة في الجو ارتفاع درجات الحرارة لازم أدي مع مية الري أسمدة سائلة تحتوي على مواد ميكروبية نافعة. أيوة. زي مثلا الإي إم، زي الميكروبين، دي كل دي أسمدة نافعة وتدي غذاء كويس جدا في التربة وتزود المحتوى البكتيري من التربة. في نفس الوقت لازم أدي رش على النبات اللي هو الأحماض الأمينية أو الطحالب البحرية، دي كل دي بتلطف على النبات من درجة الحرارة وتقلل من تأثير ضار لدرجة الحرارة على النبات. زيادة عن كده إنها بتستخدم كمنشطات نمو، يعني بتعوض النبات عن فقد الغذاء وبتديله ترشط النمو بتاع النبات زي الطحالب البحرية والأحماض الأمينية. وكل ده متوفر عندنا في مراكز البحوث الزراعية، كل دي موجودة في مراكز صندوق الموازنة ومديرات الزراعة والجمعية. يعني كل دي متوفرة. يعني عايز أروح لحاجة كده بتيجي في بال أهالينا، يقول لك الأسعار بتاعتها بحكم بقى المعايشة والأسعار مثلا عالية مقربة قوي للأسمدة الكيماوية، فأنا بالتالي خليني باللي عارفه ده سؤال بيجي في البال. الأسمدة الحيوية أو الأسمدة العضوية سعرها أقل من الأسمدة الكيماوية وأقل بكتير كمان، يعني هتوفر مش أقل من 30%، وده رقم مرضي ورقم كويس جدا. طب هيديني نفس النتيجة يا باشمهندس؟ هيدي نتائج نفس النتيجة لو أنا استخدمته صح بمعدلات مظبوطة، يعني على فترات قريبة. عندي سماد عضوي وحيوي وعايز أعرف الطريقة اللي أستخدمه بيها، هل أكيد منطقيا يختلف عن استخدامه بالأسمدة الكيماوية؟ طبعا ده منطق طبعا. أشهر الطرق إيه؟ أشهر الطرق لإضافة الأسمدة الحيوية اللي أنا أضيف الأسمدة في مش في درجات الحرارة العالية، لإما ده للتوقيت بقى في التوقيت الإضافة تمام. يعني لإما بعد الفجر في الفترة ما فيهاش درجة حرارة عالية أو قرب المغرب، دي الأحسن حاجة للأحسن توقيت الظهرية كده زي دلوقتي. يعني يفضل بلاش علشان خاطر ممنوع أي أسمدة في درجات الحرارة العالية تمام. لأن درجات الحرارة العالية أما بدي أي أسمدة في درجات حرارية درجة حرارة عالية الأسمدة بيحصل لها تبخر، في بخر في الأسمدة وبيزيد النتح جامد، فبيبقى إجهاد للنبات. والسماد الكيميكال ده عبارة عن ملح، أنا بضيف للنبات ملح صحيح، فكل لما كتر ملح مع درجات الحرارة عالية يعمل إجهاد للنبات. دي بالنسبة للتوقيت بتاعة الإضافة. طرق الإضافة بتاعتها بتاعة الأسمدة الحيوية أو الأسمدة العضوية، لإما بضيفها مع مية الري في السمادة، أو ده اللي بيشتغل بالري بالتنقيط أو الري بالرش أو البيفوت تمام. لإما بالنسبة لأهالينا اللي في الأراضي الدلتا ده ري بحاري ري غمر، دي تتحط في جراكن وتتحط على كل حوال، والجركن يبقى يتفتح الغطاء بتاعه وينزل ينقط مع مية الري عطل. وفي كمان إنها بتترش على الورق، اللي رش على الورق ده كان مغذي ومخصب للأوراق، بس طبعا طريقة الرش لازم تبقى بدري قوي في الصباح الباكر او قبل المغرب، ده انسب وقتين توقيت
للرش الورقي. ليه للرش؟ للرش الورقي طيب. المخصبات. في مصطلح عند اهالينا كده يقول لك روى الزرعه بتاعتك لو جديده، خصوصا عند الاراضي المستصلحه الحديثه الاراضي الصحراويه، رواها بالاسمده الحيويه، وبالذات يقول لك السباغ والاسمده العضويه. مدى صحه المعلومه دي ايه؟ هو طبعا معلومه صحيحه جدا، ان انا اما بجهز الارض بتاعتي بالاسمده العضويه ده انا بساعد التربه عندي انها تبقى خصبه وتبقى غنيه بالماده العضويه او الماده الدوبليه، وهي دي الماده الدوبليه دي اللي هي دي اللي بتساعد على خصوبه التربه. صحيح. دي نمره، وتبقى مهد كويس جدا لزراعه البذره والنبات يقدر يمتص بها العناصر الغذائيه الموجوده في التربه، لان التربه المصريه فيها عناصر غذائيه كتيره جدا متوفره، بس في صوره غير صالحه لامتصاص النبات. في صوره انت عايز العامل المساعد. ايه العامل المساعد اللي بيحول العناصر الغذائيه دي في صوره تبقى افيلابل للنبات او في صوره صالحه لامتصاص النبات؟ ايه هي دي بقى؟ الحاجات اللي هي الاسمده الحيويه اللي هي بتحتوي على الفطريات او البكتيريا النافعه، زي الاسمده بتحتاج على الازوتوبكتر، الازوسبريليوم، في اسمده برضو في طبعا المايكروهيزا، دي نوع من انواع الفطريات اللي بتعيش معيشه تكافليه على النبات وبتساعد على تيسير الفوسفات والفوسفور في صوره صالحه لامتصاص للنبات. فدي طبعا مهمه، يعني خطوه مهمه جدا للاراضي الحديثه قبل ما تبدا تزرع، حط لها ده بالمعدلات الطبيعية بتاعتها اللي هي معروفة، أجهز لها طيب. المادة العضوية أو المادة الدوبالية اللي النبات هيشتغل عليها. الاختلاف هنا سنة الحياة، في ناس محبة قوي قوي وتدافع بقوة عن التسميد العضوي والحياة، وفي ناس يقول لك خلينا في اللي عارفينه والأسمدة الكيماوية هي اللي جايبة النتيجة معايا، فما بين مثلا المعارض والمعارضة والمحب والمحبة هتلاقي فيه إشكالية كبيرة. الشاهد برضو من كلامي، أخذ هنا بنسبة كام لكام أسمدة، يعني أستغنى على الأسمدة التقليدية يعني قصاد الأسمدة الحيوية والعضوية بنسبة كام لكام، ولا ينفع الاستغناء الكلي؟ لا هو مش هينفع الاستغناء كلي. تمام. انا بكلمك بامانه يعني. بس هو لازم تيجي خطوه خطوه، ستيب باي ستيب او تدريج. ليه؟ لاني انا اول ما اجي ابدا بالاسمده العضويه ابدا بتجهيز التربه، اللي انا اعمل عندي كومات من الكومبوست اللي هي مخلفات النباتيه والمخلفات الحيوانيه، واعمل لها معالجه عندي في المزرعه او في الارض انها بتبقى في صوره صالحه كويسه متحلله، واضيفها للتربه عندي. لو كل سنه ضفت الماده العضويه او الكومبوست اللي انا بعمله في المزرعه او في على راس الارض دي، هحسن من الخصوبه بتاعت التربه بتاعتي. طيب. هتغنيني مش اقل من 25 ل 30% من استهلاك الاسمده الكيماويه. بالاضافه ان انا لو زودت المحتوى البكتيري او المحتوى الميكروبي للتربه للتربه عندي من البكتيريا النافعه والبكتيريا اللي بتساعد على خصوبه التربه دي، هتغنيني برضو عن ان انا افقد برضو اوفر 25% من استهلاك الكيماوي. صحيح. اجي بقى استخدم الكيماوي بس استخدمه بنسب يعني رشيده شويه، مش ادي كميات اوفر دوس او كميات عاليه جدا، دي هتزود الملوحه بتاعه التربه وهتقضي لي على المحتوى البكتيري اللي موجوده في التربه. لو انا اتبعت الارشادات بتاعه وزاره الزراعه او بتوع الارشاد الزراعي في استخدام الاسمده الكيماويه، اولا هوفر اقتصاديا، تاني حاجه هدي للنبات الجرعه بتاعته اللي هو عايزها. صح. وفي نفس الوقت مش هلمي فلوسي في الارض، لان معلش حضرتك لو انا مثلا نبات بيعوز من عندي مثلا 100 وحده ازوت او نيتروجين، ال 100 وحده اللي انا بحطهم دول مش كلهم النبات بيستفيد منهم. اكيد. لان في جزء بيتبخر مع بيتبخر مع اشعه الشمس ودرجه الحراره عاليه، سوء توزيع. في جزء بيتغسل مع ميه الري. أيوه. بيفقد. صح. كل ده بيفقد. في جزء النبات بياخد اللي على قد مقداره احتياج. والباقي بيتحط في التربه، فلوس مهدره، فدي فلوس انا بدفعها في الارض. فيعوضها لي التسميد الحيوي. التسميد الحيوي يوفر الحيوي يعوض لي، او على الاقل خالص يخليني في منطقه امان. بالظبط كده حضرتك. وبعدين التسميد الحيوي لو الزياده مش هيخسر، مش هيخسر، بالعكس ده هيزيد من خصوبه التربه. البكتيريا النافعه ده انا بسمع كتير، بكتيريا النافعه مهمه جدا للارض ولابد منها خصوصا في عمليه التسميد. دي مطلوبه لكل الاراضي؟
كل الاراضي لازم تحط لها بكتيريا نافعه؟ طبعا لازم، وكميات معينه. وهو هل هي نوع واحد بس يمشي مع كل الزراعات ولا في انواع؟ هو عشان لو في لبس نوضحه. طبعا افضل الاراضي اللي بتعوز بكتيريا نافعه اكتر اللي هي الاراضي الرمليه او الاراضي المستصلحه، لان الاراضي الرمليه او المستصلحه بتبقى فقيره في العناصر الغذائيه عن الاراضي الطينيه. فانا بعوض الاراضي الرمليه، بعوضها ايه؟ باضافه الماده العضويه، بزود اضافه الماده العضويه اللي هو الكمبوست او السبله او السماد البلدي. السماد البلدي بيحتوي على البكتيريا النافعه، بيحتوي على الفطريات النافعه، وفي نفس الوقت كل الكائنات الحيه الدقيقه ديت اللي موجوده في السماد البلدي او في الكمبوست دي اما بتتحط في التربه بتزود من خصوبه التربه، وبتعمل على تحلل العناصر الغذائيه المتثبطه في التربه في صوره صالحه للامتصاص للنبات. فدي انا بساعد الارض عندي ان انا بزود المحتوى الغذائي ليها، ده تسميد ارضي. في بقى لو انا مثلا عايز ادي رش على النبات برضو بمصادر طبيعيه، ممكن ارش طحالب بحريه. طحالب بحريه مصدر الطحالب دي بتبقى في عايشه في البحار والمحيطات، ففي انواع مفيده جدا. ففي انواع طحالب اما بتترش على النبات بتعمل زياده نمو النبات، وبتشتغل كمنظمات ومنشطات نمو النبات. ودي معروفه طبعا في السوق، كلنا عارفينها يعني. في طبعا زي في الرز في البلو جرين الجي اللي هو الطحالب الخضراء المزرقه، دي بتتحط مع ميه الري في اللحوات بتاعه الرز، دي بتساعد جدا على تسميد وزياده التسميد في الرز، وبتزود الانتاجيه جدا يعني. يا ريت نساعد على نشرها وانتاجها والتسميد بيها بالطحالب. في طبعا نبات الازوله، ده برضو من النباتات اللي بيبقى بتتحط في المصارف المائيه وفي القنوات، ده برضو بيغذي ومصدر ازوت للرز. ففي نوعيات برضو كويسه جدا ومفيده وبتقلل في التكلفه للناس، واحنا في امس الحاجه دلوقتي اللي احنا اقل التكلفه. صحيح. في منتجات بيسموها اهالينا ويقول لك ده عامل زي السحر، زي الاي ام 1، وده برضه يعني بينتج بقوه من مركز البحوث الزراعيه وصندوق الموازنه، ويعني موجود عندنا في وزاره الزراعه. لا طبعا. يعمل لي ايه في تعقيم يعني هل ده بديل لتعقيم الارض او تعقيم الشمس للارض ولا موازي ليه؟ لا هو الخطوه لابد منها. هو لازم يعني التعقيم الشمسي ده تعقيم طبيعي، بدل لما كنا بنعقم بالغاز. لان كان قبل كده كنا بنعقم بغاز بروميد الميثايل وميتام الصوديوم، فكل ده طبعا اتمنع يعني. التعقيم الشمسي ده احسن حاجه جدا وحاجه طبيعيه جدا وبيعقم التربه يعني. بس لازم بعد التعقيم الشمسي لازم ادي مخصب حيوي للتربه عشان اغذي التربه بالمخصب الحيوي. الاي ام عباره عن بكتيريا نافعه، تركيبه مجموعه من البكتيريا النافعه الضوئيه اللي بتتحمل درجه الحراره وتحمل ضوء الشمس، مع بعض الخمائر الخميره ومع العسل الاسود، خلطه كده يعني بتبقى ممكن اي حد يعملها ومفيده جدا. بياخدوا ده سؤال يعني خارج السياق، لكن بياخدوا الحيوان الاي ام بياخدوا ايه؟ الحيوانات بتشربه لعلاج البكتيريا عشان بيحسن. حاجه انا جت في بالي لان انا شفت الهضم في الانتاج الحيواني، ان احنا بنديه للجمل فتلاقي لو عنده حاله همدان او هذيان او كذا فبيديله باور كده بيقتل له البكتيريا النافعه. هو بيحسن الهضم في الهضم في الحيوانات اللي هي المقطره، عشان الميكروفلورا اللي في المعده بتاعه الحيوانات فبينشطها يعني. طيب وانا بشتغل على الاسمده الحيويه والعضويه، في اخطاء بعملها مثلا لو كميه معينه الفدان عايز كميه معينه، هل لو انا زودت ده غلط ولو قللت ده غلط؟ بتكلم على الكميات المناسبه مثلا او الالتزام بالكميات المناسبه. لازم الانسان يلتزم بالارشادات الموجوده على العبوه او على المنتج نفسه يعني. ليه؟ لان الارشادات اللي محطوطه دي نتيجه تجارب وابحاث اتعملت في الفيلد نفسه، في منتج الحقل نفسه على كذا محصول، وطلعوا بريكومنديشن اللي هي توصيات ونتائج دي بتتحط كارشادات على المنتج. فلازم الواحد يلتزم مش ظنا منه ان هي كده نافعه
فمش هتضر. فبالظبط عارف اللي هو يقول لك ايه كتر منه. لا يعني كله برضه حتى الالتزام في الحاجات اللي هي نافعه ده واجب. يعني مثلا حضرتك لو طحالب البحريه لو انا برش زياده عن المعدل دي ممكن يدي لي نتيجه عكسيه. انا ده كان هدفي من سؤالي يعني يدي لي نتيجه عكسيه خالص، يعني ما يجيش في بالك ان لا حاجه مش هتضر فكتر منها، ممكن يدي نتيجه عكسيه. وبعدين الفدان تقريبا بيبقى ليه ربع كيلو على ال 200 لتر ميه ويترش على الورق، يعني ده بالنسبه للسي ويد اكستراكت او الطحالب البحريه. في كمان الامينو اسيد الاحماض الامينيه دي بيبقى مصدرها نباتي، دي برضو بتشتغل كمنشطات نمو وبتعمل تقلل الاجهاد الحراري على النبات. يعني اي نبات متعرض لموجه حاره او في اجهاد حراري لازم ادي رشه احماض امينيه عشان اقلل الاجهاد الحراري. في كمان ماده السيليكا اللي هي سيليكات البوتاسيوم، سيليكات البوتاسيوم دي ماده طبيعيه، دي اما بتترش على النبات دي بتقلل الاجهاد الحراري برضو على النبات، وفي نفس الوقت بتقاوم الاصابه الحشريه. تمام. اختار لنا اشهر الخضره والفاكهه دلوقتي ونتكلم على البرنامج التسميدي بتاعها حكم المعايشه. يعني هو في دلوقتي يعني احنا داخلين في موسم زراعه المحاصيل الحقليه، ودي طبعا ده اتجاه رئيسي دلوقتي للمحاصيل الحقليه زي الذره زي الرز. ودي طبعا دي محاصيل استراتيجيه، ولو اتكلمنا عن التسميد عنها في الفتره دي هيبقى افضل ويناسب الناس. يعني مع حضرتك فلازم في التجهيز قبل اي محصول الذره او الرز لازم اجهز احط الكومبوست او السبله السماد البلدي المتحلل بكميات كبيره جدا عشان اعوض الغذاء في التربه. وبعد اما اجهز التربه لازم يتخلط مع سوبر فوسفات او سلفات نشادر بنسبه 2:1، يعني شكارتين سوبر فوسفات لشكاره سلفات نشادر مع الكومبوست او مع السبله، وتتضاف في التجهيز بتاع التربه. وبعد كده اما يجي يزرع بعد الزراعه بيدي مع التغذيه اي محتوى ميكروبي زي الميكروبين او الاي ام. لازم ادي جرعه في الفتره ديت. يعني في الفترة الأولانية اللي هي أول 30 يوم من الزراعة عايز أهتم إن أنا أكون مجموع جذري قوي. عشان أكون مجموع جذري قوي ده اللي هيقوم عليه أصلاً اللي هيقوم إذا يعني الجذر ده هو الأساس بتاع. لو أسست كويس بعد كده أي غذاء هديها للنبات النبات هيكبر ويتقبل ويدي إنتاجية عالية جدا. فاللي بيدي تنشيط للمجموع الجذري كويس في ثلاث حاجات، في الفوسفور اهتم بتسميد عنصر الفوسفور، صحيح. اهتم بالاحماض العضويه ادي احماض عضويه او احماض كربوكسيليه عاليه، زنك مخلبي او سلفات زنك في الفتره الاولانيه، وادي اضافه هيوميك او فالفيك دي مواد طبيعيه بتيجي من المناجم دي تتدوب في الميه، معدل فدان 2 كيلو للفدان يتدوب يدي برضو فتره، لان اي منشط جذور في السوق اي منشط جذور في السوق في طبعا ثلاث حاجات تقريبا، يعني في بيبقى فوسفور عالي، في بيبقى زنك، في احماض عضويه، وفي طبعا اضافات تانية ساعات بيحطوا لهم الاندول بيوتريك اسيد او الاندول اسيتيك اسيد دي اللي هي لهرمونات تنشيط الجذور. فالافضل ان انا اهتم بعنصر في الفوسفور في الاول والزنك والاحماض العضويه والهيوميك دي في الفترة الأولية. بعد كده أدي في الفترة اللي أنا عايز أكون أوراق ونمو خضري أهتم بثلاث حاجات، تسميد النيتروجين اللي هو الأزوت، وتسميد المغنيسيوم، ورشة الحديد عشان أكون مجموع ورقي وقوي ونمو خضري قوي ويبقى النبات هيلسي ولونه كويس جدا صحي. أدي أزوت، الأزوت طبعا في صورة نترات أو يوريا أو سلفات نشادر دي المصادر بتاعته. المغنيسيوم لازم في صورة سلفات مغنيسيوم أو نترات مغنيسيوم. رشة الحديد دي بتبقى مهمة جدا أو إضافة الحديد عشان النمو الخضري. أجي بعد كده بقى على التزهير، فترة بتاعت التزهير والسنابل وطرد السنابل لازم أهتم برضو بالزنك مهم جدا عشان الزنك بيعمل استطالة
في النمو الخضر العود الزهري في العود النمو الزهري يعني بيدي استطاله في السنبله نفسها وفي نفس الوقت ادي رشه البور والكالسيوم عشان اثبت العقد عشان اثبت العقد اهتم بالفتره بقى بعد التزهير عشان املى الحبوب وتكون الحبوب بسلفات البوتاسيوم بوتاسيوم لا غنى عنه الناس كلها بتسمد يوريا ونطرات وتنسى البوتاسيوم لازم ادي رشه بوتاسيوم او تسميد طب ليه ظن منه ليه بينسى البوتاسيوم يعني هو البوتاسيوم ده عنصر دي معلومه مهمه جدا حضرتك البوتاسيوم ده عنصر مهم جدا لان هو بينقل الغذاء من الورق للثمره نفسها او للحبوب وعشان املى الحبوب الذره مثلا عندي تبقى عافيه زي ما بقول عافيه ومليانه لازم ادي بوتاسيوم عشان تملى الحبايه بتاعه الذره دي مهمه جدا قوي يعني طب ده بالنسبه للذره ينطبق نفس المعامله على الرز على الرز برضو السنابل بتاعه الرز عشان تتملي كويس لازم ادي برضو رشه بوتاسيوم على الورق او ادي اضافه سلفات بوتاسيوم مع ميه الري انا جه في بالي دلوقتي سؤال حضرتك بتقول موضوع الرش ان انا افصل الالات اللي برش بيها اسمده كيماويه عن الاسمده الحيويه اللي احسن تفسد قدرتها على التفاعل مع الارض يفضل طبعا لو عندي الات يعني رش كلمه بكتيريا نافعه عذرا بكتيريا نافعه مش هتمشي مع اسمده كيماويه في نفس نفس الرشاشه مثلا لا هي دايما الرشات بتاعت البكتيريا بتبقى اللي هي منفصله يعني الاسمده المحتوى الاسمده الحيويه المحتويه على بكتيريا او فطريات نافعه دي بيبقى ليها معدات خاصه بيها يعني افضل يعني لا اما لو انا استخدمت الاسمده الكيماويه بعد ما بستخدم الاسمده الكيماويه بدي رشه بطهر الات الرش باي ماده مطهره يعني دوده الحشد في حاليا 9 اسمده موصى بيهم من قبل وزاره الزراعه منهم واحد حضرتك قلت لي عضوي المبيدات اللي المبيدات. هي المبيدات اللي هي بتؤثر على دوده الحشد يعني تمام هو في مبيدات طبعا اللي هي الموجوده في السوق اللي احنا كلنا عارفينها ايوه دي طبعا بتريد نيم او اسامي تجاريه كتيره أيوة أنا وفي حاجات حيوي للدوده الحاجات الحيوي للدوده دي بتبقى مصدرها الباسيلس وفي منتج او منتجين بيبقوا موجودين في معهد وقايه نبات التابع لمركز البحوث الزراعيه ده بيبقى نتائجه كويسه جدا يعني ده متاح موجود وهو فعلا متاح في معهد وقايه نبات في وحدات ذات طابع خاص اما بتترش على الدوده بتقضي عليها وفي نفس الوقت هي مواد بكتيريه يعني صحيح عايز اصدر وطبعا ده الاتجاه كمان للكتير من الناس فبيشترطوا عليك اشتراطات انك انت تكون عامل معاملات التسميد بتاعتك بمنتجات حيويه بنسبه كذا الكلام المعلومه دي صح طبعا تمام. التصدير لو انا هصدر لاوروبا او يعني تصدير خارجي اي يعني خارجي دوله في هيئات تشترط ده تفتيشيه بيبقى ليها شهادات بتدي سيرتيفيكيتد لازم السيرتيفيكيت دي عشان تاخدها اللي هي التصدير بيبقى ليها شروط معينه الشروط دي بتبقى لازم انت تتبعها حتى بيديك برودكت ليست يعني قايمه بالمنتجات طيب اللي انت تستخدمها عشان لو انت استخدمت المنتجات ديت اما تيجي تحلل مش هيبقى فيه اثر متبقي ولا يبقى فيه على الشحنه اي اثار متبقيه فالشحنه ما تترفضش فدي بعض المنتجات اللي هي موجوده في الكل ليستا اللي هم بيعترفوا بيها دي ما فيش اي غبار عليها يعني اللي هي البرودكت ليست بتاع كل سيرتيفيكيتد بيدوه الارض بتجهد من كتر التسميد الكيماوي هل ممكن التسميد العضوي او الحيوي يرجع لي مثلا حيويتها تاني طبعا بص حضرتك الاسمده الكيميائيه دي عباره عن ملح انا بحط املاح كل سنه في التربه فالاملاح بتتراكم بتزود الملوحه بتاعه التربه وبتقلل من الخصوبه بتاعه التربه اما انا ازود التربه كل سنه أسمدة عضوية زي كومبوست لو أنا حطيت كومبوست كل سنة طبقات بعد 10 سنين هلاقي الطبقة السطحية بتاعت صحيح. التربة اللي هي الطبقة اللي هي صالحة للزراعة بقت هشة وبقت خصبة فعشان أحافظ على الأجيال القادمة
حافظ ليهم على التربة والخصوبة بتاعتها. لأن لازم أزود كومبوست أو سماد عضوي متحلل كل سنة بكميات كبيرة. في خلال 10 سنين هلاقي التربة بتاعتي خصبة وتلاقي المهد بتاعها كويس جدا يعني. وتغيرت لون التربة بدل من صفرة أصفر لبقت اللون البني أو اللون الداكن بتاعها أو الداكن بتاعها صح. أو بقت شبه الكلي اللي هو الطين يعني. تأثير متبقيات التسميد الكيماوي أو الحيوي أكيد مش زي لا مش الكيماوي الحيوي أو العضوي، هل لها تأثير على المحصول من متبقيات يعني بعد الحصاد بيفضل موجود ونسبة ضرره كام؟ التسميد العضوي ولا لا التسميد العضوي التسميد العضوي لكن الكيماوي ده طبيعي منطقيا انه بيبقى ليه اثر ولازم في فتره حصانه وحضانه الثمره قبلها بالظبط. التسميد العضوي ملوش اي اثر متبقي خالص بالنسبه على الثمار ولا على النبات بالعكس بل هو كويس جدا للنبات وصالح للنبات، حتى المنتج اللي طالع بيبقى واخد اللي هو السيرتيفيكيت اورجانيك حتى بيبقى سعره اعلى من سعر اللي هو المنتج العادي وفي نفس الوقت بيأثر في الكواليتي نفسها بتاعه الثمره وفي الطعم بتاعها والحجم بتاعها واللون يعني بيدي يعني كواليتي عالي جدا. الطبيعيه بتاعه الثمره اللي يقول لك احيانا انت بتلاقي ثمرتين مختلفين في مكانين ده طعم وده طعم ونفس الثمره يعني اقول لحضرتك حاجه صح. انت مثلا لما بتيجي تاكل اي فاكهه مثلا مزروعه على اي فاكهه مثلا أي. ممكن مثلا برتقان او يستفندي او في بقى في برتقانه مسكره طعمها حلو وفي برتقانه ملح يقول لك كانك بتاكل ملح فكانك بتاكل ملح دي بتستغربها بوتاسيوم خالص ايوه بتستغربها كلها نترات في يوريا قبل اللي طعمها حلو دي واخده الغذاء بتاعها كويس جدا يعني. اشهر المنتجات الجديده في التسميد العضوي ايه؟ الأشهر منتجات الجديدة في التسميد العضوي في بعض منتجات كتيرة نزلت في السوق في منها إنتاج محلي وفي منها مستورد. المنتجات المحلي في كتير جدا في وبتبقى في كذا جهة يعني في صندوق الموازنة الزراعية في منتجات كتيرة جدا عضوية في مركز البحوث الزراعية في برضو منتجات كويسة جدا في معهد الأراضي والمياه في منتجات في إدارة التشجير في مركز البحوث الزراعية كل دي منتجات مخصبات حيوية وبأسعار كويسة جدا واقتصادية ممكن الناس لما تروح هناك تلاقي قائمة بمنتجات كويسة جدا. التسميد ومتبقيات الأسمدة أو الرش الكيماوي اللي موجود عايز أستثمر وجود حضرتك معانا ونروح للفاكهة اللي بتطلع قبل أوانها للون اللي مش طبيعي اللي مش منطقي أضرارها صحوة الضمير تقول إيه للمزارع للتاجر اللي في النص طبعا هنا التعميم خطأ بنقول على البعض يا رب نخلصه يا رب ما يكونش في حد تاني ونأمل في هذا عايز يعني بحكم المعايشة توصيف كده للي بيحصل لو انت خليت المتبقيات بتاعتك في الفاكهة اللي انت بتبيعها ايه السم اللي هيروح لأخوك المواطن اللي موجود على نفس الأرض؟ هو للأسف الناس بدأت تدور للربح المادي وسريع الربح السريع وعايزة وعي لازم يبقى فيه وعي وحته ضمير في استخدام الحاجات ديت او يعني مفروض قبل الحصاد او قبل ما بحصد اي محصول ما رشش اي مبيدات خالص لان عشان فيها اثر متبقي بعد الحصاد ويبقى مكتوب على الليبل بتاعه دي عباره عن سموم انا برش سموم الحضانه او حضانه الرش نفسه لا قبلها ب 15 يوم 45 يوم بالزبط. بيحدد لك ده يا ريت الالتزام بيه بيبقى فيه كل منتج صحيح. حضرتك بيبقى ليه اللي هو فتره الامان او الأمان. فتره ما بعد الحصاد صحيح. المفروض التزم بالفتره ديت يعني استاذنك نشارك اهالينا مشرفنا الحاج محمد من المنيا اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازي حال استاذنا تحياتي ليك يا حاج ربنا يحفظك الله يبارك فيك اتفضل كنت بسال حضرتك على معاد رش البوتاسيوم حاضر انت زارع ايه يا حاج شامي حاضره معاد رش البوتاسيوم حاضر في اسئله ثانيه واخر معاد ليه هو بيبدا من امتى يعني بيبدا من امتى في الشام واخر معاد ليه فين حاضر هتسمع الاجابه تحت امر ربنا يطرح لك فيها البركه ان شاء الله البدايه والنهايه بالنسبه للذره الشاميه اللي حضرتك اللي عشان تستخدم البوتاسيوم فيها يفضل استخدام البوتاسيوم بعد اول 60 يوم من الزراعه او اول ما
يبدا طرد الكيزان يبقى استخدم بوتاسيوم، استخدم سلفات بوتاسيوم في التسميد الارضي، ولو عايز ترش بوتاسيوم على الورق في بوتاسيوم سائل اللي هو في كذا منتج يعني، ممكن تستخدم البوتاسيوم على السيتريك اسيد او البوتاسيوم سايوسلفات، دي بتبقى دول على الرش الورقي. وفي كمان البوتاسيوم سائل اللي هو عشان الرش الورقي، وفي سلفات البوتاسيوم دي اللي هي بتبقى 50%، بمعنى نسبة المية النسبة 50% يعني 50 وحدة بوتاسيوم في كل 100 كيلو. في كل 100 كيلو من السماد دوت بيبقى فيها 50 وحدة بوتاسيوم. طيب بالنسبة لتجهيز الأرض حضرتك قلت لي مثلا هنحط كومبوست وسوبر فوسفات وسلفات نشادر تمام، الخلطة يعني الخلطة، بيحصل خلط بين التسميد الحيوي والعضوي مع الكيماوي في فترة تجهيز الأرض، ولا ده منعزل وده منعزل؟ أنا بقول أسئلة فنية حارب، هي دي حلوة السؤال ده كويس جدا. يعني هو أنا بحط مع الكومبوست، الكومبوست ده مادة عضوية ومادة طبيعية نتيجة تحلل السماد البلدي مع المخلفات النباتية في المزرعة. الكمبوست ده بيحتوي على مواد على بكتيريا كتير، بكتيريا محسنة ومخصبة للتربة. البكتيريا دي عايزة غذاء عشان تاكل، منطق، عايزة غذاء، بحط لها غذاء ايه؟ السلفات النشادر، بس احط لها بمعدل يعني بحط بمعدل من 5 ل 7 كيلو بتراضيها كده عشان تطلع عشان البلد تشتغل. لانها لو ما لقتش الغذاء النيتروجين او الازوت دوت موجود مش هتديك هتضطر نتيجة. مش هتدي نتيجه صحيح. فلازم ادي اضافات مع الكمبوست اللي هو سلفات نشادر، سوبر فوسفات اللي هو مصدر للفوسفات، وسلفات نشادر مصدر للازوت. ممكن احط كبريت زراعي بنسبه قليله جدا برضو، عشان كبريت كمطهر للتربه، مطهر من الفطريات، وفي نفس الوقت كبريت ما بيتحد مع الميه بيقلل البي اتش بتاع التربه، بيقلل من ملوحه التربه والبي اتش بتاع التربه تمام. وفي نفس الوقت الكومبوست في نتيجه تحلل بتاعه في احماض عضويه زي الهيوميك وزي الفالفيك، وفي احماض كربوكسيليه نتيجه التحلل بتاعه. كل الاحماض دي بتعدل من البي اتش بتاع التربه، بتقلل من حموضه التربه. استاذنك نشارك اهالينا، مشرفنا من المنيا الحاج ابو العزايم، اهلا بيك. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله. عاوز اسال الباشمهندس، انا زارع فول صويا. سمدت اول مره بنطرات النشادر. اول مره نطرات النشادر يا استاذ. مع حضرتك سامعك، اتفضل. سامعك. بعد كده اضطر اعمل هند صفار، قدام هند صفار، انا رشيت العنكبوت الاحمر وده وده. الو. سامعك، انت رشيت لحق. رشيت رشه العنكبوت الاحمر. تمام. رشيتها مرتين. بعد كده عندي صفار، عندي نسبه صفار. النهارده زقيت الصبح الفجريه وحطيت كومبوست سايل، كومبوست سايل. تمام تمام. وحطيت معاه، ضفت معاه مطرات النشاد. طب خليك معانا، هو كده هو السؤال بالظبط يعني، هل في اصابه عند حضرتك في ال بيقول في صفار، صفار على الورق يعني؟ على الفول، على الورق كده حاجة ابو العزايم. الورق اصفر. طيب الصفار ده في الورق الجديد اللي فوق ولا الورق اللي تحت؟ لا، الورق اللي طلع الاول، هو القلب لسه برضه ما زال في صفار، هو القلب الجديد لسه طالع، ما اعرفش وضعه ايه. بص حضرتك، لو الصفار على الورق الجديد لسه، ده هترش عناصر صغرى مخلبيه اللي هو حديد ومنجنيز وزنك، تدي رشة عناصر صغرى مخلبية، دي بتبقى نقص عناصر صغرى لو الصفار على الورق الجديد اللي فوق. لو الصفار في الورق القديم اللي تحت ده بيبقى نقص أزوت. وصلت الإجابة؟ طب هو أكيد كده سمعنا. لو عندك احتراق على الحواف، لو الورقة لونها بني من الحواف، يبقى دي يا إما عندك ملوحة في التربة أو نقص بوتاسيوم، فتدي بوتاسيوم كده. مواعيد الري بتاعتك الاحتمالات يعني بتاعتها تمام كده، مواعيد الري بتاعته مظبوطه، هو بيروي في الفجر هو طبعا ممتاز يعني، بيروي في مواعيد مظبوطه، وواضح ان هو بيسمد يعني، بس هو عايز يعمل برنامج تسميد كويس عشان يبقى متعادل يعني. يعني مع دايما مع ميه الري، لا اما يدي هيوميك او يدي فالفيك او يدي اي ام.
دايما مع ميه الري يعني. طيب على ذكر الري، حضرتك قلت لي الري كده في مواعيد اللي هي المظبوطه، ده بالنسبه لبرنامج الري. انا راجع لموضوع حلقه النهارده اللي هو برنامج التسميد بالاسمده العضويه. بيمشوا الاثنين مع بعض في نفس التوقيت ولا ممكن الري مع يعني ممكن اروي مع الاسمده في نفس اليوم؟ اروي مع الاسمده طبعا. طبعا انا بسمد مع كل ميه ري. يعني كل ميعاد ري لازم ادي تسميد معاه. ادي تسميد باي اسمده متاحه ليا يعني، اللي هي في متناول ايدي واللي انا تناسب اقتصادياتي وميزانياتي يعني. وعنده الاختيارات كتيره يعني. بس لازم مع كل ميه ري ادي اسمده. ليه؟ لان السماد ده هو غذاء للنبات وبيعوض النبات عن الفقد اللي بتحرق. انا بدي اسمده في التجهيز عشان اعوض النبات عن الاسمده اللي ناقصه في التربه. وفي نفس الوقت مع كل ميه ري بديله جرعه تنشيطيه من الاسمده عشان النبات يقوم بالمراحل النمو بتاعته والعمليات الحيويه بتاعته. تمام. واهم حاجه في كل مرحله، احنا قلنا في كل مرحله بنسمد بايه؟ يعني قلنا مرحله التجذير بنستخدم ايه؟ صحيح. مرحله النمو الخضري بنستخدم ايه؟ الخلط بينهم غلط. مرحله أو الاستعجال لا، يعني ان انا استخدم مركب في غير المرحله بتاعته طبعا يبقى انا ضيع فلوسي على الارض. استاذنك مشرفنا من اهالينا من بني سويف الاستاذ معوض، اهلا بيك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش لو سمحت انا كنت عايز اسال بس عن القلقه الباشمهندس. سامعك الباشمهندس، بتسال عليها حاج معوض؟ نبعد عن الباشمهندس. سال عليها العسل والكبيره والحاجات دي. سمعت الخلطه بتاعت الايه؟ الخلطه. طب ابعد بعد اذنك عن التلفزيون واسمعنا من التليفون. ماشي. اتفضل. عايز اعرف الخلطه اللي هتتحط من البرتقال والمانجا والخوخ، كان الباشمهندس بيقول احط عسل وكمورة. عرفت. تمام كده وصلت السؤال. حاضر، هتسمع الاجابه تحت امرك. بص حضرتك، الخلطه بالنسبه لو انت عايز بالنسبه للبرتقال او المانجا، البرتقال بترشه ثلاث رشات في ثلاث المراحل بتاع النمو الخضري، اللي هو مراحل النمو بتاعت الترحات عندك، اللي هو في شهر 3 وفي شهر 5 وفي شهر 7. بتدي ثلاث رشات. الرشه عباره عن ايه؟ عباره عن بتحط عناصر كبرى اللي هي اسمده مركبه زي ال ان بي كي مع العناصر الصغرى بس تكون في صوره مخلبيه اللي هي حديد ومنجنيز وزنك، وتدي ثلاث رشات ديت. ممكن تخلط معاهم يعني مثلا لو استخدمت ان بي كي مع عناصر صغرى مع احماض امينيه بنسبه 2:1:5. يعني لو انا استخدمت 2 كيلو على 1 كيلو على نص لتر للايه؟ للفدان. رش على الورق في الثلاث مراحل بتاعت الثلاث طرحات اللي في النمو الخضري في الموالي دي. خلطه. اما يكون عندك الموالح او المانجا عقدت العقد، لازم تدي رشه مثبت عقد. رشه مثبت العقد دي عباره عن اي مركب فيه كالسيوم وبورو، تدي رشه مثبت العقد. لو انا عايز احجم الثمره، عايز اكبر حجم الثمره، بدي خميره مع عسل اسود في ميه الري، ما ترشش على الورق، بدي خميره مع عسل اسود في مع ميه الري. انه يكبر حجم الثمره نفسها يعني بيده بامكانيه دي يكبر دي الحجم الحجم. لان وده مكسب طبعا، ميزه لان الخماير دي بتعمل على انقسام الخلايا. ايوه، بتعمل انقسام للخلايا. وبهتم قوي اما يكون عندي ثمره بالتسميد بتاع البوتاسيوم، لازم اهتم بسلفات البوتاسيوم دي، مهمه قوي قوي قوي. ليه؟ عشان الثمره تبقى الكواليتي بتاعتها، الحجم بتاعها كويس والشكل بتاعها كويس، وتاخد اللون كويس كمان. دي بالنسبه للتحجيم في الثمار يعني. على ذكر المانجا، ودلوقتي اللي هي بشاير مانجا طالعه في السوق، انا مش عارف ميعادها ازاي ولا كده. هل في رش اسمده عضويه بتبدر
النقد بتاعها انها تطلع بسرعه ولا لا؟ متهيألي دي هتبقى امن من التسميد الكيماوي. المانجا برش في الفتره الحاليه اللي هي سيليكات بوتاسيوم. دي مهمه قوي قوي في المانجا دي في فتره ما قبل عشان تحمي المانجا من اللسعات بتاعه الشمس. طبعا عشان لا قدر الله درجه الحراره العاليه الشمس بتدمر المحصول وبتدمر المحصول وبتشوه تعمل تشوه في الثمره نفسها. فلازم ادي حاجه حمايه في حاجتين اتنين، لا اما سيليكات بوتاسيوم دي ماده طبيعيه تترش على الثمار بتاعه المانجا او ارش اللي هو الجير المطفي على المانجا ماده طبيعيه على المانجا كلها عشان تحميها تعمل فيلم على الورق وعلى الثمره من اشعه الشمس الضاره من درجه الحراره العاليه تحميها من لسعات الشمس. فدي ماده طبيعيه الكبريتات الكالسيوم او الجير المطفي. التسميد ليه علاقه بالامراض؟ طبعا لو انا سميت كويس جدا النبات بياخد مناعه يقدر يقاوم الامراض. لو انا سميت بالكالسيوم كويس الكالسيوم بيدي مناعه جدا وبيزود بيدي حمايه للخلايا بتاعه النبات ضد الامراض. لو انا سميت تسميد مش متوازن تسميد ضعيف او زودت عنصر عن عنصر، لو انا زودت ازوت عالي جدا جدا ونسيت بقيه العناصر هيدي استطاله في النبات. النسيج بتاع النبات هيبقى غض، يبقى سهل الايه الاصابه وسهل الاصابه بالفطريات او نمو الجذر الخضري على حساب الثمره نفسها على حساب الثمره نفسها او يحصل تساقط بزياده للثمره ويحصل تساقط للثمار. لو انا سميتش كويس هيحصل تساقط للثمار كلها يبقى ما عنديش محصول. صحيح. طب احنا خدنا اشهر اثنين في المحاصيل الحقليه، اتكلمنا عن الذره اتكلمنا عن الارز، لو رحنا يعني اقترحنا زرعه ثانيه سواء خضر او فاكهه نتكلم عن البرنامج التسميدي بتاعها نقول ايه؟ هو دلوقتي في المانجا اللي هو اتكلمنا عن المانجا وركز المحصول اللي هو اللي الناس كلها بتحبه يعني. فتسميد المانجا طبعا هقول حاجات جنرال يعني مش اللي انا طبعا اهم حاجه في المانجا تخلي بالك من الاصابه بالاكاروس دي مهمه جدا، والتشوهات الزهريه اللي بتظهر في شجر المانجا اللي هي عباره عن تكتلات وتشوهات زهريه المشاكل دي دي صحيح. لازم تتقص وتتبعد بعيد عن الغيط وتتحرق، ولازم بعد القص ده لازم ادي رش مطهر يعني ليها. في مرضين مهمين جدا في المانجا، البياض الدقيقي والتريبس. فالبياض الدقيقي بيترش 4 مرات بين كل مره ومره 15 يوم، وبدي اي رش مبيدات فطريه اللي هي ضد البياض الدقيقي دي بتبقى مهمه جدا في المانجا. في التريبس اللي بيجي في المانجا دي بدي اي رش حشري. وفي منتجات في السوق دلوقتي طبيعيه عباره عن مستخلصات لافندر من لافندر ومن زيت القرفه بتترش تقضي على المن والذبابه والتريبس. صحيح. تقضي على المن والذبابه والتريبس كلها منتجات حيويه وطبيعيه كلها يعني. طب لو خدنا العنب عشان الموسم ده والمن اللي بيصيب العنب، هل في رش وقائي مثلا بأسمدة؟ انا عارف ان هو انا بقول حاجات برضو عامه يعني. العنب بيبقى في برنامج كامل للعنب، برنامج تسميد وبرنامج رش. بس اذا كانت في اصابه طارئه واثناء المحصول موجود مش هينفع ارش العنب، لان لو رشيت هيبقى في اثر متبقي على المحصول وهيظهر في التحاليل. ففي الحاله اللي زي ديت لما يكون في اي اصابات حشريه في واثناء المحصول زي مثلا ذبابه الفاكهه ولا حاجه. صحيح. يفضل ان انا اعلق في الغيط او في الحقل المصايد اللي هي الترابس دي، تبقى مصايد بتتعلق وبتبقى فيها فيرمون طبيعي بدل الذبابه ما تيجي للثمرة نفسها تيجي في المصيادة نفسها. فدي بتبقى وسيلة من وسائل المقاومة العضوية أو المقاومة الحيوية وما فيهاش رش يعني. فاكهة الطماطم أنا قلت فاكهة لأن هو كان تصنيفها العلمي فاكهة على فكرة، لدى الواحد يتعلم في المرشد حاجات غريبة والبطيخ خضر والطماطم فاكهة وممكن نفاجأ بحاجة تانية، بس الواحد يعني وبيحترم العلم طبعا. ايه ممكن نقول في الطماطم بالنسبه للرش البرنامج بتاعها؟ الطماطم يفضل طبعا يعني اهتم بالتسميد بتاعها جدا في برنامج التسميد المتاح ليها،
والرش الورقي اللي بعد اي جمع طماطم، لان الطماطم بتتجمع على كذا فترات، بعد كل جمع لازم ادي رش فطري. رشه فطري مطهره، ممكن ارش كبريت مايكروني، ممكن ارش اي مبيد فطري اللي انا اطهر بيه الطماطم بعد الجمع. ليه؟ عشان احمي الزرع بتاعي من الاصابه بالندوات زي الندوه البدريه او الندوه المتاخره او البياض الدقيقي. يعني دي لازم بعد اي جمع ادي رشه مطهر للطماطم. دي معلومه. المعلومه الثانيه، بعد اي جمع لازم ادي دفع غذائي كويس جدا عشان احسن المحصول الجمعة الثانية اللي بعديها في المحصول والثمرة نفسها. في نقطة مهمة جدا في محصول الطماطم، ان ساعات بيحصل تشقق في الثمرة. تلاقي كتير قوي طماطم شكلها حلو وواخدة لون كويس وحجم كويس، بس بتشقق. صحيح، بتشقق. طب التشقيق ده ايه؟ التشقيق ده عيبه حاجتين اتنين، او سببه حاجتين اتنين. نقص الكالسيوم، نقص الكالسيوم يعمل لي تشقق. لو عندي ميه زياده اديت ميه كتيره، يحصل لي تشقق في الطماطم. لو عندي اختلاف درجات الحراره بين الصبح وبالليل، في اختلاف جامد بين درجه حراره الصبح والليل، يحصل لي تشقق برضه. شكرا للعاده على معلوماتك السريه، وهو موضوع لا ينتهي، وهنستمر برضه نتكلم فيه التسميد حتى علشان نزود وعي الناس الواعي بالفطره للبحث على كل ما هو جديد ومفيد وبدائل الاسمده التقليديه او الكيماويه. لكن حضرتك قلت معلومه مهمه جدا، لا بديل، لا هي عمليه تكامليه، مش عمليه استغناء شيء لا خالص. بالعكس، شكرا لك يا باشمهندس. العفو يا فندم، شرفتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، خلصت حلقه النهارده، والشكر موصول لضيفي الكريم مهندس ياسر عطيه، اتكلم باستفاضه عن الاسمده الحيويه والعضويه واهميتها، وناكد على ان هي لا بديل، هي خطين متوازيين، ولكن بتتاخد المعلومه بمعلومه قويه، تبقى عارف الكميات والنسبة والتناسب اللي موجودة، بتقوي زرعتك، كمان بتطلع أعلى إنتاجية بأقل تكلفة، ودي منتجات موجودة داخل العريقة والعميقة وزارة الزراعة. ونشوفكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من بيت الخبرة. المشهد الزراعي، في أمان الله.